الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة مشاهدينا، الانطلاق مشاهدينا ومستمعينا الكرام مع هذا الشوط وشوطنا التاسع على التوالي، مستمرين بهذا الانطلاق الرائع ومع الستة كيلومترات مسافة هذا الشوط، هي مقررة رسميا من اللجنة المنظمة العليا لهذا السباق، 6 كيلومترات وشوط الحول والطفح والانطلاقة. والآن أحيل الميكروفون للزميل حمد بن محمد الزعبي. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نتواصل والعطاءات تتواصل هنا على أرضية ميدان الوثبة. الشوط التاسع مشاهدينا الكرام، تتم هذه الانطلاقة وهذه الشعارات التي تتنافس وتتحدى هنا على أرضية ميدان الوثبة في هذا الختامي الرائع، ونفتتح إذاعة هذا الشوط بمن تقود المسار وتحمل شعار مالكها إلى أفق المقدمة وإلى مقدمة هذا الشوط. من تحتل المركز الأول مشاهدينا الكرام، نتقدم قليلا لكي نتعرف وإياكم على من تحتل المركز الأول في هذه اللحظات. من تحتل المركز الأول مشاهدينا الكرام، هنا تحتل المركز الأول الشاهينية، هي من تحتل المركز الأول وتقود المسار، تعود ملكيتها لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان آل مكتوم محمد بن سعيد بن حلوة في عملية التضمير. لو انتقلنا وإياكم وتعرفنا على المركز الثاني اللي غيرت في هذه اللحظة واندفعت إلى مقدمة هذا الشوط، ثمينة. ثمينة تعود ملكيتها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم علي بن سالم، علي بن سالم بالخرس في العناية وفي التضمير. ننتقل وإياكم إلى المركز الثالث. المركز الثاني كما ذكرنا الشاهينية تتراجع إلى المركز الثاني، بينما هنا في المركز الثالث خيلة تحتل المركز الثالث. خيلة تعود ملكيتها لسمو الشيخ ذياب بن سيف، ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، هي من تحتل المركز الثالث. ننتقل وإياكم إلى المركز الرابع. من تحتل المركز الرابع ملاقط، ملاقط مشاهدين الكرام تحتل المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير في العناية وفي التضمير. ننتقل ونتعرف على المركز الخامس اللي تندفع بقوة في هذه اللحظة وتدخل عالم الإذاعة، الشايبة تعود ملكيتها لسمو الشيخ، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الشيبة بن علي السبوسي في التضمير. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أتممنا معكم النداء الأول للخمسة المراكز الأولى المتقدمة التي يسمح لها بالإذاعة وبالنداء. المقدمة مشاهدينا ومستمعينا الكرام، لا زالت الأمور مع ثمينة. ثمينة مشاهدين الكرام تبحث عن الجائزة الثمينة وتبحث عن الانتصار الثمين. ثمينة تعود ملكيتها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم علي بن سالم بالخرس في التضمير. ننتقل ونتعرف على المركز الثاني، من تصل وكذلك من تتسلل وتأتي جنبا إلى جنب لثمينة تعود ملكيتها. خيلة هي من تحتل المركز الثاني، تعود ملكيتها لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان حامد بن علي بن أحمد في التضمير، بينما هنا في المركز الثالث وصلت في هذه اللحظة الشايبة، تعود ملكيتها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الشيبة بن علي السبوسي في التضمير. ننتقل وإياكم إلى المركز الرابع، وصلت ملاقط. ملاقط تحتل المركز الرابع، تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير في التضمير. اسم جديد يدخل إلى الكوكب الخماسية وينذاع في هذه اللحظة. من تحتل المركز الأول، وصلت إسعفة. إسعفة تعود ملكيتها لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني فهد بن سيف الخيارين في التضمير. إذا نداءنا للمرة الثانية مشاهدينا ومستمعين الكريم،
الكرام، أتممناه والكمال لله سبحانه وتعالى. نعود إلى الصدارة المقدمة مشاهدين الكرام. هنا مع الشايبة، هي من تحتل المركز الأول. الشايبة وليس شايبة، إنما هي في عز الشباب. إذن الشايبة تعود ملكيتها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، الشيبة بن علي السبوسي، في المتابعة وفي التضمير. ولكن اسعف مشاهدين الكرام، اسعف أيها الإخوة، ذعناها في نداءنا الثاني، وها هي تتسلل إلى مقدمة هذا الشوط. 2 كيلو ويا الخيارين، يا فهد يا بن سيف يا الخيارين. اسعفت عود ملكيتها لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني. فهد بن سيف في التضمير المركز الثالث، من تحتل المركز الثالث يمينه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. علي بن سالم بن خرس في التضمير المركز الرابع، وصلت في هذه اللحظات. خيلة تحتل المركز الرابع، تعود ملكيتها لسمو الشيخ ذياب بن سيف الانهيان. حامد بن علي بن أحمد في التضمير المركز الخامس، وصلت ملاقط خامسا لسمو الشيخ. ملاقط مشاهدينا الكرام تحتل المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. علي بن راشد بن غدير في التضمير. 1200 متر، 1200 متر مشاهدينا الكرام. ننحني في هذه اللحظة، المنحنى الأخير والمنعطف الأخير مشاهدينا ومستمعينا الكرام. المقدمة أيها الإخوة، الصدارة في هذه اللحظات مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل. اسعف هي من تحتل المركز الأول، غيرت في هذه اللحظة الشايبة. الشايبة لسمو الشيخ، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. الشيبة بن علي السبوسي، يا سلامي عليك يا الشيبة يا بن علي السبوسي. الله. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أرى الحول تتقدم وأرى الأوامر تصدر، ولكن الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. الشايبة مشاهدينا الكرام، الشايبة هي من تقود المسار، وهي في عز شبابها. ها هي تتألق وها هي ترقص على أرضية ميدان الوثبة. يا سلام. الله الله الله. اللهم صل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا ها هي مشاهدينا الكرام، الشايبة أيها الإخوة تعلن الانطلاقة من جديد، وتهدي الناموس مشاهدينا الأفاضل إلى مالكها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، كما تهني كذلك مالكها الشيبة بن علي السبوسي. يا سلام. ها هي مشاهدينا الكرام، نحن بكاميراتنا ونحن بتعليقنا ونحن كذلك بكوادرنا نحمل كذلك وتحملنا وكذلك انضم ايضا الى الشايبة ايها الاخوة مشاهدينا الكرام لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. اذا مشاهدينا الافاضل، ما يقارب 100 متر ما بينها وما بين المركز الثاني، ها هي تصل بامان وسلام، وها هي تعلن الناموس مشاهدينا الكرام. تهانينا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، كما نهني ايضا الشيبة بن علي السبوسي على هذا الناموس. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، وصلت في المركز الثاني دوشة لصاحب لسمو الشيخ محمد بن المرة المكتوم. المركز الثاني الثالث، وصلت في المركز الثالث مشاهدينا الكرام اسعفه لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الرابع، وصلت في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. المركز الخامس، اذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام خامسا نتركه الى لجنه خط النهايه. اذا نعود واياكم الى التوقيت الزمني لهذا الشوط ومسافه 6 كيلومترات، 9 دقائق 30 ثانية، جزء واحد من الثانية الثانية نوصلها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز الشايبة. كما نهني الشيبة بن علي السبوسي ثانيا مشاهدينا الكرام. تصلنا دوشة 9 دقائق 34 ثانية، 8 أجزاء من الثانية الثانية نوصلها كذلك لسمو الشيخ محمد بن المرة المكتوم. كما نهني سعيد بن عبيد المركز الثالث، تصل فيه اسعفه قاطعة المسافة في زمن مقداره
تسع دقائق 35 ثانية وفاء وتماما الثانية نوصلها لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني، كما نوصل الثانية لفهد بن سيف الخيارين. إذا مشاهدينا